الأجور المضاعفة والحسنات الكثيرة المتدفقة أقبلت مع من؟ مع شهر رمضان المبارك. نحن في هذه الدنيا بمثابة المسافرين، والذي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن العبد في هذه الدنيا بمثابة المسافر، والمسافر إذا سار من طريق إلى طريق ليصل إلى بلدته يمر بعدة محطات، فإذا مر بمحطة تزود منها وقودا كيما يصل إلى وطنه. فكذلك شرع لنا في هذه الدنيا، نحن المسافرين في هذه الدنيا، شرع لنا محطات إيمانية نتزود فيها من الخير، إلى بر الأمان، إلى دار القرار، إلى دار الجنة، حيث يقال للصائمين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.